من الأشياء الجميلة جداً واللي بتخلي الإنسان يحس بالفخر ويحس بالفرح وبالسعادة لما في كل يوم نكتشف إنه في عقول نيرة وفي عقول ذكية جداً قادرة تستفيد من الذكاء اللي ممكن يكون موجود عندها وقادرة تحل كثير جداً من المشكلات الموجودة بأشكال مختلفة. ولما نلقى إنه برضو في إبداعات وفي اختراعات مختلفة وفي مجالات مختلفة منها بيكون في إصلاح لمشكلات موجودة في المجتمع ممكن تكون مشكلات صعب جداً إنه يتم حلها، وفي نفس الوقت بتكون في فرصة لعمل لكثير جداً من الشباب، وأجمل ما يكون إنه كل الأشياء دي والإبداع والابتكار يكون عن طريق الشباب. سعداء جداً اليوم يكون معنا المهندس محمد سمير صاحب اختراع ركشة كهربائية والتي تعمل أيضاً بالطاقة الشمسية. أهلاً ومرحباً بك وكل عام وانت بخير والعيد مبارك عليك. أهلا وسهلا وكل سنة وانتم طيبين وشكرا جزيلا على الاستضافة. يعني أهلا ومرحبا بكم. يمكن ده قليل جدا يعني في النهاية مما قدمت أو ما فعلت من إبداع وابتكار. يعني هي طبعا حقيقة إحنا ما يعني ما اخترعنا الركشة الكهربائية ما لكن أضفت إليها، إحنا هي موجودة وإحنا عملنا بعض التعديلات والإضافة بحيث إنها توائم السودان وتقدم حل لمشكلة موجودة في السودان. طب انت قلت احنا، انتوا منو؟ احنا مصنع الشهاب. مصنع الشهاب بدا في نهاية 2020 وانا ومعي مجموعة من زملائي. انتوا لكن قمتوا بها كمجموعة من الشباب بعيدا عن بعيدا. احنا الفكرة قامت كنا بنقرا في ماجستير تبع جامعة ايطالية اسمها كاتوليكا ديل كاترو، والماجستير معمول هنا في السودان بالتعاون مع جامعة العلوم الطبية والتكنولوجية، والماجستير ده بيقوم انه لابد الواحد يدخل الماجستير بمشروع، فأنا دخلت بالمشروع بتاع الركشة والتوك توك الكهربائي. وده كان متى المشروع بدا؟ المشروع بدا في 2019 كان الماجستير، وعملنا الدراسة لمدة سنة مع الجامعة الإيطالية، وانضم لي ثلاثة من زملائي في الماجستير، واحنا مع بعض بمجهودنا الذاتي فعملنا مصنع الشهاب في نهايات 2020 والحمد لله بدينا، وفي كل مره بنقدم بنطور حاجه في الشغل. والهدف الاساسي بتاعنا ان قادرين نقدم حلول لتحسين مستوى الناس ومستوى الدخل بتاع الناس والحاله الاقتصاديه، وبالاضافه لانه بنحقق اهداف من اهداف التنميه المستدامه. بنحارب في الفقر وبنحسن الصحة بتاعت الناس بعدم انبعاث الغازات بتاعت الصادرة من ماكينات البنزين. أيوة. وبنقدم برضو حاجة في منع التلوث بتاع الكوكب. جميل. حققنا ثلاثة أهداف من أهداف التنمية. طيب ليه يعني تم الاختيار أو وقع الاختيار على الركشة؟ إحنا حقيقة بنشتغل ركشة وبنشتغل توك توك. وهم في تقرير بتاع الأمم المتحدة في 2020 عن الانبعاثات بالتحديد من الركشة والتوك توك في السودان بالتحديد، وأثر على الصحة العامة بتاعت الناس وحتى أثر على البيئة، فكان يعني بقى عندنا مشكلة قدامنا محتاجة لحل، بالإضافة لأنه أصلا السائقين والمالكين للركشات والتكاتي عندهم الإشكال بتاع الصيانة والوقود و يعني اوريدي المشكله موجوده، فاحنا قدمنا حل لموضوع الوقود. طبعا الركشه والتوك توك الاثنين بيشتغلوا بدون وقود وما بيحتاجوا لصيانه لانه هم بيشتغلوا على البطاريات وموتور كهربائي. يعني في خيارين، يعني ولا الركشه ممكن تشتغل بطاقه شمسيه وكهربائيه في نفس الوقت، ولا مثلا في اصدار كده؟ اضفنا موضوع الطاقه الشمسيه بعد ما بدينا اشتغلنا لمده تقريبا سنه. بدأت القطوعات تحت الكهرباء تزيد، فبدأنا نفكر في حلول. موضوع الطاقة الشمسية واستعمالاته موجود. أيوة. أصلا لكن بتكاليف عالية جدا. فهنا كان التحدي بتاعنا إنه إحنا عاوزين نعمل إضافة بتاع الطاقة الشمسية بتكلفة معقولة. فقمنا بتجارب كثيرة والموضوع كان له قرابة الست شهور والحمد لله وصلنا لحاجة قدرنا نقدم بها حل واستفدنا من الطاقة الشمسية. السودان طبعا واقع في منطقة فيها أطول نهار وطبعا الطاقة الشمسية هي نوعين، يعني طاقة حرارية وطاقة ضوئية. فإحنا استفدنا من الطاقة الضوئية لأنه عندنا النهار طويل. أيوة.
فقدرنا أدينا الركشة أو التوك توك بقى شاحن طوالي وهو متحرك، وحتى الواحد إذا رجع البيت لأن التوك توك بتاعنا فيه مصدر بتاع كهرباء 220 فولت، في انفيرتر داخله بيدي 220 فولت، حتى الواحد ممكن بعد ما يرجع البيت ال 220 فولت دي يولع بيها لمبات في البيت ولا يشغل مروحة، فيعني برضو حيستفيد هو في الركشة أو التوك توك وبرضو في البيت ممكن يستفيد منه في الإضاءة. يعني المشروع أخذ سنة وست سنة ونص إحنا شغالين وأساساً بداية المشروع بداية الفكرة يعني كانت في 2016 كان عندي أحد أقربائي يعني اشترى توك توك بنزين عادي بالبنك عشان يزيد دخله، لكن بسبب الصيانة والتكاليف العالية بتاع التشغيل بعد 6 شهور التوك توك انهار وبقى هو عبء عليه يعني فبقى يدفع أقساط التوك توك ويصلح التوك توك. فمن هنا بدأت الفكرة يعني أنا بدأت أفتش عليه حاجة ما تحتاج لي وقود وما تحتاج لي صيانة، وبدأت أراسل الشركات واتفقت مع شركة صينية وجبت عينات في 2018 وعملت لها تستات وعملنا تعديلات في العينات دي بما يناسب جو السودان وما يناسب التكاليف والتشغيل والبساطة بتاعت التصميم. وهي دي الحاجة اللي أسألك منها، أنت قبل قلت لي إنه موضوع الطاقة الشمسية هو موجود في السودان لكن بتكاليف عالية. موجود في السودان وموجود في العالم، أنا قصدي إنه الناس لكن بتكاليف عالية. لكن الحاجة دي كيف قدرتوا إنكم برضو تعملوا حاجة بسعر يعني مناسب عشان الزول يقدر يشتريها يعني؟ إحنا قللنا في عدد الألواح في البطاريات واستعملنا بدل ما نعمل شحن مباشر من الألواح للبطاريات عملنا إنفيرتر وبطارية إضافية فبقينا نحول الطاقة ل 220 فولت ولتيار متردد فبالتالي بقينا نشحن الركشة وتكتب بالشاحن بتاعه ذاته اللي بنستعمله في البيت كأنه أنا شلت البلك بتاع البيت خطيته جوه التكتب وهو متحرك فهي دي الفكرة بألواح أقل بطارية واحدة إنفيرتر واحد عشان يكون سعرها مناسب المفروض يكون المشاوير بعد سعرها أقل مفترض المشاوير تقيل والأصحاب التكاتك والركشات الدخل اليومي بتاعه يزيد يزيد يعني. أيوة وهي برضو ممكن تكون واحدة كان من يعني من مشاريعكم برضو إنه بالذات التوك توك الناس تستفيد منه ما في الترحال ومثلا في النقل بضائع وغيره بالذات في المناطق اللي ممكن تكون بعيدة ممكن يكون ما فيها كهرباء أصلا يعني صحيح احنا برضو في المناطق اللي ما فيها كهرباء عندنا محطات ثابتة يعني غير انه اللوح المتحرك عندنا محطة ثابتة للناس اللي اصلا ما عندهم كهرباء فالشحن في الاصل 8 ساعات الشحن الواحدة في التوك توك بيتوديه من 80 ل 100 كيلومتر وفي الركشة من 100 ل 120 كيلومتر بإضافة الألواح المسافة زادت ل 130 في التوك توك ل 150 في الركشة وجود المحطة الثابتة بتمكن صاحب التوك توك والركشة انه هو يشحن ايوه استمرارية الشحن حتى ولو هو ما عنده كهرباء وبنديه برضه سيت بتاع بطاريات إضافية السيت يكون راكب في محطة الشحن الثابتة وهو متحرك يجي ثاني يوم او ثالث يوم بعد 3 يوم ينزل البطاريات الفارغه ويخط البطاريات المليانه ويمشي عندنا مشكله دائما بتكون في فكره الاسبيرات والصيانه الحاجه دي خطيتوها في بالكم طبعا هي اهم حاجه في اي منتج خدمات ما بعد البيع ما في منتج بيستمر بدون خدمات ايوه الحاجه المميزه وهو الاساس بتاع الفكره انه احنا عاوزين منتج حوجته للصيانه تكون قليله طبعا هي ما فيها غير بطاريات وموتور كهربائي والبطاريات عمرها 3 سنوات واحنا بندي ضمان لمده سنه فالحوجه للصيانه بسيطه جدا يعني احنا الان لينا سنه ونص كل التكاتك اللي بعناها في الاول تمت فتره الضمان بدون مشاكل اقل من 10% من التكاتك جاتني بمشاكل وما مشاكل من التصنيع لكن من سوء الاستخدام فالفكره بتاعت المشروع في الاصل قائمه على تقليل الصيانه فالحمد لله قدرنا ننجح بدرجه كبيره وكل ما الناس طبعا تتعرف على المنتج وتتعامل معه والحكايه دي بتقل والواحد بيتعلم كيف يحافظ على المنتج بتاعه عندنا مرات مشكله بتاعت ثقه في المنتج السوداني صحيح. الحاجه دي واجهتكم طبعا اي منتج جديد الناس بتخاف منه يعني الواحد حي استثمار حيدفع قروش وممكن يفشل وممكن ينجح والناس بتنتظر تشوف التجربه الاولى الناس ايوه عداك يسمعوا منه أيوة.
وده طبيعي يعني. فالحكايه دي طبعا مؤثر علينا في المبيعات، ودي بيزيد علينا في التكاليف، بيزيد علينا يعني، بتضغط علينا في جوانب ثانيه، لكن لابد منها يعني. والحمد لله الان بعد سنه انتم سمعتوا بينا، والناس الان سمعت بالمنتج، والتلفونات يعني ما قاعده تقيف. جميل. يومين الناس تتصل من كل انحاء السودان. ان شاء الله المره الجايه تكون في عربيه بالطاقه الشمسيه والكهربائيه. من المشاريع اللي احنا هسه شغالين عليها، شغالين مش عربيه بتاعت ركاب يعني، احنا برضو من عائل شحن للتصليح الحاله الاقتصاديه يعني بتاعت الناس. الان احنا عندنا يعني زي ما بسمينا في السودان دفار يعني، دفار واحد طن، و دفار طن ونص برضو كهربائي، لكن هو عنده ترتيبات مختلفة، لأنه طبعا الصناعة هتختلف من الصناعة بتاعت الركشات والثلاثي العجلات لأربع عجلات، الموضوع مختلف. لكن احنا الآن شغالين في الإعداد، متوقعين إن شاء الله إذا توفقنا في الموضوع في بداية السنة الجاية إن شاء الله نبدأ التجارب العملية والعينات الأولى إن شاء الله. إن شاء الله. قبالي قلت لي إنه لما بديتوا كان في موضوع الركشة والتوك توك بديتوه كان بالطاقة الكهربائية، بعد ده قمت لقيت إنه موضوع الكهرباء القطاعات أصبحت تزديات، بعد ده قمت لجأت لفكرة الطاقة الشمسية. ده معناها إنه أنتوا في حالة بتاعت متابعة وتقييم مستمرة. صحيح. صحيح. عشان تكون في تحسين مستمر وتكون في خدمات بتلائم يعني المنتج يلائم الحالة. هي طبعا من أهم يعني، ما في حاجة في الدنيا بتستمر بدون تطوير. إحنا بناخد التعليقات بتاعت الزبائن وبنعمل تعديلات. طبعا أهم حاجة في التعديل إنه يكون بسيط وسعره مناسب. في تعديلات ممكن تكون مكلفة والأثر بتاعها ما كبير. أيوة. فدائما بنشتغل على الحكاية دي، وما في السودان بس، حتى احنا بنتعاون مع الشركات الصينية في إنه نعمل حاجات تلائم السودان. احنا عشان نخلي المشاهدين مباشرة يشوفوا الحاجة احنا بنتكلم عنها، دي نماذج حية حاليا من امام قناة سودان 24، نموذج حي للركشة انت شايف للتوك توك. احنا برضو واحدة من الحاجات اللي لاحظنا لها الموضوع بتاع النفايات، انه في انتشار كبير للنفايات. العربات الكبيرة بتاعت النفايات ما بتقدر تدخل لداخل الاحياء، فعملنا عربية لنقل النفايات بالحجم بتاعها 2 متر مكعب، وبتقدر تدخل طبعا داخل الأحياء وتجمع النفايات لمراكز بتاعة تجميع. تجي بعد ذاك العربية الكبيرة تأخذها. وتواصلنا مع هيئة مزافة الخرطوم وجونا زيارة في رمضان وشافوا المشروع بتاع النفايات والمشروع، وإن شاء الله يعني نتمنى انه في الايام الجايه نقدر ننجح في انه نبدا معاهم المشروع ده، والمشروع طويل يعني، لانه بعد لازم يتجرب ولازم نعمل تعديلات ولازم نشوف المشاكل اللي فيه. هو هنا بوري مكان البطاريات وين. لو هسه شفتوا ده الصندوق، دي المظله الاماميه، وده الصندوق ذاته لو جاكم بالجوانب عنده ابواب فوق. ده الباب. الناس بيسوقون فرين، واحد بيسوق والثاني بيلقي النفايات من فوق. لما يصلوا للمكب، لو شفت الصندوق الان بيترفع، الباب الخلفي ده بالجاذبيه بس بيفتح ويفرغ النفايات. المطره كيف لما تجي؟ ايوه طبعا ده سؤال مهم، الناس كلها خايفه كهرباء ومويه. مشكله يعني. طبعا معزوله تماما، الموتور معزول والاجزاء الكهربائيه كلها معزوله. طبعا دي من اهم الحاجات يعني، السودان بلد فيه مطر وفيه يعني المويه دائما في الشوارع. هنا دي الركشه الكهربائيه فيها 5 بطاريات، البطاريه الواحده 120 امبير 12 فولت، 2 تحت مقعد السواق، و2 تحت الكنبه، 3 تحت الكنبه الخلفيه، والركشه فيها كنبتين مواجهات لبعض، فبيشيل 6 ركاب. دي البطاريات حتى الاطارات برضه راعيته فكره انه الشوارع ما فيها. صحيح. مشاكل. صحيح. كثيره وكده. طبعا دي واحده من الحاجات المهمه يعني ممكن تحرك الفيصل، ممكن يفكر انه مع الحركه دي حتغير لي البطاريه حتتحرك، اللوح حيتحرك كده يعني. هي طبعا بنستعمل الواح مرنه،
ما الألواح الزجاجية الحالية واللي هي الألواح المرئية يعني زي الواحد ممكن يطويها زي المصلاية كده عشان ما يحصل ما تتكسر بال الترجح مع الشوارع وكده مع الشوارع واللساتك بتاعتنا الإطارات بنوعين يعني نوع بيجي سلك ولك الإطار ده معمول من سلك والإطار وإطار معمول من خيوط المعمول من خيط بيستحمل الطرق الوعرة والحفر وكده فإحنا إطاراتنا كلها من خيط والركشة إحنا كبرنا من 8 من إطار مقاس 8 للركشة العادية لإطار مقاس 12 حتى إن هي تبقى عالية و يعني كل ما طبعا كبر الإطار كان تحمله أكبر يعني سعرها كويس يعني سعرها يعني ما في النهاية حفكر أشتريها عشان أزيد الدخل بتاعي يعني هي طبعا موضوع بتاع السعر ده كان من التحديات الكبيرة وحقيقة التكاليف ما هينة وتكاليف الإنتاج ما سهلة لكن الحمد لله قدرنا يعني إنه نخلي السعر بنفس سعر الركشة العادية ونفس سعر التوك توك العادي ممكن تكون ده لكن تحدي لأن أنت لما تخش بمنتج جديد بتكون لازم يكون في ميزة تنافسية جديدة صحيح ما المشكلة الإنتاج ما أيوة. تكاليف ما زي تكاليف البنزين ولا في النهاية ده مجهود شخصي كان منكم يعني لو كانت صحيح. مثلا في جهات راعية كان ممكن شوية الموضوع ده يكون إذا بقى في إنتاج كبير أيوة. الحكاية دي بتجيل. التكاليف حتقيل طبعا والأسعار حتقيل وإحنا مشينا على البنوك وحاولنا ولكن طبعا المنتج جديد برضو وبرضو البنوك ما في تخوف في النهاية من مشروع جديد وكده هي يتمنى إن شاء الله الناس يعني إحنا العالم احتفى بين الآن جاتنا تلفونات من جهات كثيرة جدا وطلبيات الآن عندنا طلبية لكينيا يا سلام. وفي طلبية لمصر وطلبية لتشاد الناس كلها عندها مشكلة حقيقية إحنا لمسناها إن شاء الله ربنا يوفقنا يعني الحكاية بقت إن شاء الله يكون الاحتفال من السودان قبل ما إنه تكون لا إن شاء الله السودان الناس عندها مشكلة وبتحلها والآن حيبدوا يشوفوا يعني حيبدوا يعاينوا ما هو بعد زول لما يشوف بالتجربة براه بيطمئن قلبه يعني بحس إنه ما بعدين القروش دي ما قد بالساهل يعني صح؟ أيوه بالضبط هم في النهاية حيتعلموا أيوه وتاني حتسمع الزول يقول لك أنا ما داير بنزين أنا داير كهرباء أيوه لانه في النهايه الواحد عارف يعني هو قاعد يتكلف قد شنو واكثر الناس اللي بيجونا هم السايقين الان التكاتك والركشات الفئه البنزين اصحاب تجربه واصحاب الم يعني عارفين المشكله الحقيقيه بتاعتهم شايفين الحل بعد شويه نسمع ببنزين ذاته ما نظيف بنزين تفاصيل كثير لانه اصلا الركشه ما عندها بنزين مخصوص هو اصلا بيلخبطوه يعني فدي ذاتها مشكله ممكن تاثر ذاته على صحيح هي طبعا يعني الوقود عنده مشاكل وسلبياته والطاقة الشمسية فيها مشاكل ما بنقول أنها أيوة مشاكل لكن أقل والتكاليف بتاع التشغيل أقل إحنا عملنا برضو تطبيقات من التوك توك لأنت شفتها سيدة التوك توك النفايات عملنا توك توك لتوزيع البضائع وعملنا توك توك للركاب وفي كل مرة بيجينا زول بيطلب حاجة احنا بنعملها له وبننفذها على حسب احتياجه دي الحاجه كنت عايز اسالك منها انتوا لما بديتوا في فئات مستهدفه معينه ما انتوا بديتوا بركشه وتوك توك لكن يعني كان في فئه مستهدفه مثلا يا اخي في الولايات بالتحديد او مثلا في المناطق اللي فيها مثلا بدعاري من نقل البضائع يعني في فئات مستهدفه طبعا في فئات مستهدفه من اكبر الفئات المستهدفه هي بالذات في التوك توك الفئات تحت الزراعه يعني احنا بدينا بتجربه في الجزيره في التي الان احنا وصلنا 12 توك توك في التي وفي كل شهر بيجينا طلبيه لاثنين ثلاثه في التي التكاتك تمت فتره الضمان وحتى الان بدون مشاكل يعني عملت لهم حل لموضوع النقل داخل المزارع كان لتقاوي كان لبزور كان لعلف وهي في نفس الوقت بالنسبة لهم عربية توك توك لأنه أيوه. برضو فيه مقعد خلفي فالواحد بيتحرك داخل المنطقة أيوه. وداخل الحلة وممكن يسوق أولاده ويسوق ناسه وبرضو بمناسبة إنه هو للترحيل والنقل عندنا برضو قصة جميلة يعني في السنة الفاتت في أول ما بدأت المدارس عندنا واحد في مدرمان مشتري مننا توك توك وعنده أطفاله في المدارس التكلفة بتاع الترحيل كانت 60,000 فزوجته لسهولة سواقة التوك توك قالت له جيب المفتاح وهي بتسوق التوك توك بتودي أولاد المدرسة وبتجيبه
هسي لها سنة سايق التوك توك ده وماشية بيه في المدينة. أتمنى لو أنتم تستضيفوها. أي والله دي دايرة. سايقة للتوك توك في السودان يعني. دي محتاجة استضافة. طب خلينا نقف في القصة دي ذاتها طوالي. يعني هي دي ذاتها بتبقى معايير الأمان والسلامة. صحيح. يعني ما هي مثلا مرات أنت في مكنة أو في آلية معينة أنت لما صنعتها لبضائع، فمعايير السلامة والأمان بتختلف إذا كان لركاب يعني. في الحاجة اللي تخططوا إن هي تنفع لكل الحالات ولا كيف؟ هي طبعاً من أهم معايير السلامة الموضوع بتاع الكهرباء، لأن هي بتطلع 60 فولت. أيوة هي 60 فولت ما بتتو، لكن يعني كان يعني بتعمل إصابة يعني. أيوة. فعندنا سيركت بريكر، السيركت بريكر ده بيفصل الكهرباء تماما في حالة الشورت، في حالة الحوادث، في حالة أي إمباكت يعني. هو بيفصل الكهرباء بالإضاءة. وحاجة تانية مهمة من عوامل السلامة البساطة بتاعة الاستخدام والتصميم. يعني الموضوع ده عبارة عن بطاريات وكنترول للأبانس وموتور، ثلاثة قطع فقط، ما فيه حاجات معقدة. زائدا إن هي أوتوماتيك، ما فيها تعاشيق، فبالتالي سواقتها سهلة. يعني النساء ممكن يسوقوا والرجال ممكن يسوقوا، حتى الأطفال. يعني عندنا في الكباشي صاحب فرن هناك له هسه أكثر من سنة، يعني أولاده الصغار سايقين التوك توك ووصلوا به والعيش وكذا، وساعدتهم ذاته في مصدر الدخل بالنسبة لهم. طبعا وفرت كثير جدا. نحن كنا سعداء جدا بوجودك معنا، سعداء بالعقول النيرة وبالشخصيات السودانية اللي قادرة إنها يعني تعدي كل التحديات والصعوبات اللي ممكن تواجهها، رغم إنها هي ما بتلقى دعم، لكن ما زالت مؤمنة بنفسها وبإمكانياتها، وقادرة في كل يوم تظهر كثير جدا من الإبداعات اللي فيه حلول لمشاكل الجوع والفقر وإصحاح البيئة اللي أصبح فيه مشاكل كثيرة جدا. شكرا لك كثير جدا باشمهندس محمد سمير، وبرضو للتيم اللي كان موجود معاك، شكرا لكم كثير جدا، وإن شاء الله يعني مزيد من الاختراعات بإذن الله تعالى. إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لك.